وأنت تغفو على سرير وثير، وأنت تجلس آمنا تحت سقف يقيك الحر والبرد وغبار النفوس المريضة وغبار كل شيء، وأنت تنام ملء عينيك دون أن يرعبك الليل على أطفالك، وأنت ترى أطفالك يلعبون بباحة البيت. تذكر أن ملايين النازحين كانوا مثلك يوما، كان لهم بيت وأهل وأطفال يمرحون. لذا كانت المسؤولية واضحة من قبل المرجعية العليا، حيث أصدر سماحة السيد السيستاني أدام الله ظله توجيهاته بإنشاء مؤسسة تعنى بالأيتام والنازحين. مؤسسة العائلة للرعاية الاجتماعية تأسست سنة 2006 بالعراق بتوجيه من سماحة المرجع الأعلى السيد السيستاني مدى الله في عمره الشريف، وتكفل حاليا يعني بالوقت الحالي أكثر من 26 ألف يتيم من مختلف محافظات العراق. والأيتام هم بالذات أيتام العمليات الإرهابية اللي حدثت في طول العراق وعرضه ومختلف المراحل الزمنية من ذاك الوقت. وقبل سنة بعد أحداث حزيران 2014 توسع عمل المؤسسة حتى يشمل تقديم الدعم للنازحين، وذلك بتوجيه من سماحة السيد الله يمد في عمره. وتعمل المؤسسة على دعم النازحين في مختلف المناطق، والمؤسسة بدأت بتقديم المساعدات المالية بالمناطق الساخنة في حينها، تل عفر والحمدانية ومنطقة سنجار وأربيل، قبل ما ينزحون الناس اللي كانوا بهذه المناطق إلى مناطق أكثر أمانا. التبرعات التي ساهم بها العراقيون في لندن فاقت توقعات العاملين في أغلب المؤسسات الناشطة الخيرية، ففي شهر رمضان الفضيل تكثر الفعاليات الخيرية لمساعدة الأيتام والنازحين. يكفيك أنه 26 ألف يتيم بين عوائل نازحة وأيتام الإرهاب المتجدد الآن بالعراق، عمل جبار يقوموا فيه. فنحن كان هون يعني المهم أنه نرفدهم بدعم المادي، ولها السبب قمنا بحملة إعلامية واسعة هون بمكتب لندن، منها أنتجنا فيلم قصير يصور حالة النازحين بالعراق وعرضناه بالعشاء الخيري اللي عملناه، وكان لاقى تجاوب شديد من الناس، مما يعني دفعنا إنه نبعته على السويد وعلى دول أوروبية وحتى مناطق بإفريقيا للنجاح اللي لقاه هذا الفيلم ولتجاوب الناس وللإيرادات اللي إجت، الإيرادات المالية نتيجة هذا النشاط الإعلامي. الشيء الحلو يمكن اللي يلفت نظرك إنه طلاب بالجامعات وبالمدارس هم صاروا يقوموا بفعاليات ونشاطات ويجمعوا تبرعات ويجيبوها للعائلة. في شهر الله يستنفر الإنسان لخدمة أخيه الإنسان، ليرسم صورة للتكافل الاجتماعي صافية من خلال إحساسه بالمسؤولية. فالمؤسسات الخيرية لا يمكن أن تعمل بدون التكاتف الحقيقي بين أبناء الوطن الواحد، فالعراقيون في لندن ما زالوا يثبتون صدق نواياهم بتقديم كل ما يلزم للنازحين من أهلنا. كنت معكم من لندن ورود الموسوي، العراقية.